أوضح الرئيس السيسي أن مشروع الدلتا الجديدة يشمل مليوني فدان تقترب من مساحة أربع محافظات كبيرة الحجم. وأضاف الرئيس السيسي أن هذا المشروع احتاج من الدولة تخطيطا مركزيا لتنفيذ بنيته التحتية. لما نيجي نتكلم على 4 مليون فدان، يعني تقريبا بالنسبة للدلتا هنا حوالي 2 مليون. ال 2 مليون دول 3 4 محافظات كبار، ولا يا دكتور؟ يعني ال 2 مليون فدان دول 3 محافظات كبار زي البحيرة اللي هي فيها زراعات ضخمة جدا. فال 2 مليون فدان ده رقم كبير قوي، ومش بنقوله كبير عشان يعني نحن فرحانين بيه، ومن حقنا نفرح بيه برضو، لكن لأن احنا بنقول عشان كده كان لابد ان البنية بتاعته، البنية الأساسية للمشروع ده اللي تقوم بيها الدولة، عشان أولا يتعمل تخطيط مركزي وتنفيذ مركزي، عشان ما اقدرش أقول لحد أنت تزرع 50 ألف فدان دول طب اعمل لك محطة رفع واحدة، ما ينفعش.